إذن مشاهدي قناة شو تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من قلب مدينة بن سليمان. نلتقي بكم في هذا البث الصباحي المباشر صباحة الأربعاء. خيرات موجودة، خيرات بلادنا، وكيه البحر، كل شيء موجود تبارك الله. السردين 10 دراهم، كروفيت كيبدا من 60 درهم، كل شيء موجود تبارك الله. الصورة أمامكم توضح ذلك، جودة عالية تبارك الله. الميرنافيلي القرب، شارغو، سردين، سول، ميرنافيلي تور، كروفيت، سيبيا، فكل شيء موجود تبارك الله. خير مولانا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. الصورة أمامكم، خيرات موجودة، فكل شيء موجود تبارك الله. معي صباح الخير، مرحبا بك على قناة شوف تي في. الله يعطيك الصحة، دائما كتنورنا بالجديد والمعلومات، فخيرات موجودة تبارك الله. تقريبا بحال الثمن ديال البارح، ما كاينش تغيير تقريبا. هادشي اللي كاين، الكروفيت، كيبدا من 60 درهم، 60 درهم باش كيبدا. الصول، الصول كيبدا حتى هو 60 درهم، الصول 60. عطيني شي وحيدة نشوفها تبارك الله. ملحم، ملحم هذا؟ لا، الصول زينة، لا ملحم، جودة زينة. شوف تبارك الله الخيرات، جودة عالية. عليكم السلام ورحمة الله. الميرنا فريتور، الميرنا فريتور كيبدا من 50، 50، الله يعطيك الصحة. الميرنا الفيلي، الميرنا الفيلي هذيك كيبدا هي من 55، ميرنا 60، فيلي 55، 60. بيجو شامة، بيجو شامة كيبدا من 70، 80، 70، 80، جودة عالية. القرب، القرب هذاك داير 80 درهم، 80 درهم، جودة عالية تبارك الله. شارغو 55، الله يعطيك الصحة. درعي 70، 75، درعي 70، 75. شكرا على هذه المعلومات. شوف شوف الكليان، الله يعطيك الصحة. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كيفما تبعتم معنا هذه الأثمنة في هذه الصبيحة، صبيحة الأربعاء، كل شيء موجود تبارك الله. وجميع انواع الاسماك تقريبا، البيضاء، الحوت الابيض، فكيتراوح الثمن ديالو ما بين 50 حتى 70 درهم، في حين ان السردين الثمن ديالو 10، خير موجود. والكروفيت كيبدا ب 60 درهم، خير موجود تبارك الله، جوده عاليه. صورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في من قلب مدينة بن سليمان. خيرات موجودة، الحوت موجود، سردين 8 ديال 10 موجود تبارك الله. الميرنا 55، 60، ميرنا فيلي، كروفيت كيبدا 60 درهم، الصول 60، 65 حتى 70، والميرنا فريتور 55، بيجو شامة 70 درهم. كل شيء موجود، الله يرزق الصحة والسلامة، والله يعطينا أمطار الخير إن شاء الله اللي أنا محتاج لها بشكل كبير وكبير. إذا الصورة واضحة أمامكم، فخيرات موجودة، كل شيء موجود. الحوت الأبيض كيتراوح الثمن ديالو ما بين 50 حتى 70 درهم، كامل جميع أنواع الحوت الأبيض اللي موجودة هنا، بما فيه الكروفيت فكيبدا من 60 درهم، والسردين موجود الثمن ديالو 10 درهم، سمك الفقراء، سمك الدراويش، سمك الكل 10 درهم كيلو. إذا الصورة واضحة أمامكم، ما بقى لي الا نودعكم مشاهدي قناة شوف تي في، بعد ما كنت معكم في نقلة مباشرة من قلب مدينة بن سليمان، نعطيكم أثمنة الأسماك هذا الصباح صبيحة الأربعاء. دمتم في رعاية الله، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.